شايفين هون معي هذا هو مثبت السرعة اللي ضاوي إضاءة LED زرقاء زي ما احنا شايفين. هذا هو المثبت، راح نشوف مع بعض كيف طريقة استخدامه. عشان أثبت السرعة لما أضغط هيك معناته set، بضغط للأعلى set، بعمل هيك reset وهيك بطفيه، وممكن أطفيه كمان لو ضغطت عليه باتجاهي أنا باتجاه المقود زي هيك، يعني هيك بفصله، أو من هون كمان مرة بضغط ضغطة بفصله، بتروح عندي الإشارة من عند العداد زي ما احنا شايفين، راحت إشارة مثبت السرعة زي ما احنا شايفين. هيك بزيد السرعة، هيك بنقصها، وهيك بلغي مثبت السرعة بطفيه، من هون كمان زي ما حكيت لكم بطفيه. زي ما احنا شايفين هون عشان اشغل المثبت بضغط هيك من الاعلى ضغطة، شايفين هون عندي هاي اشتغلت اشارة مثبت السرعة على التابلو. لما بتضوي أخضر بكون المثبت هون عندي شغال، إذا ضوت أصفر بكون في عندي مشكلة. طبعا إذا عندي أنا لمبة المثبت ما ضوت في تابلو السيارة، لما أضغط هاي الضغطة هيك بيكون المشكلة في عصا المثبت. أما إذا ضوت عندي اللمبة أصفر فبتكون المشكلة من السيارة نفسها، بضطر إني أفحصها كمبيوتر عشان أعرف وين الخلل. يمكن الخلل يكون في حساس الفرامل أو كمبيوتر السيارة، أو ممكن تكون المشكلة في ملف الطارة. عدة أسباب مش سبب واحد إنه اللمبة بتضوي عندي أصفر. وهنا أوتوماتيكي السيارة بتفصل عندي المثبت وبتعطيني اللمبة الصفراء. لازم تروح تفحص كمبيوتر وتشوف إيش سبب المشكلة. زي ما احنا شايفين الحين انا بشغل مثبت السرعة، الحين اشتغل، لازم امشي فوق الـ40 بعدين بحط ست، هاي هون ضوى عندي ست، الحين السرعة ثبتت على الـ40 زي ما احنا شايفين، الحين السرعة ثبتت على الـ40. الحين بدي اكنسل، برفع على جهتي راح التثبيت، بس ضوء المؤشر لسه شغال. زي ما احنا شايفين الحين انا بشغل مثبت السرعة، الحين كل ما علي ايش اعمل، احط ست، الحين ثبت لي السرعة على الـ40 تمام، بضغط فرامل خلاص راح التثبيت. الحين كمان مرة، هاي الحين بدي أوصل السرعة عندي فوق الـ40، بعدين بضغط هنا زي ما احنا شايفينها، شغلت مثبت السرعة، هيك ثبت لي السرعة على الـ40 زي ما احنا شايفين. الحين الطريقة الثالثة للكنسلة اني اضغط هنا على الزر، شايفين خلص راح التثبيت.
الطغى بالكامل. الحين باقي علينا في مثبت السرعة اني افتشيكم زر زيادة وتنقيص السرعة. الحين كمان مرة بشغل المثبت، بزيد السرعة فوق 40، الحين بثبت، ثبت لي السرعة زي ما احنا شايفين. الحين بدي انقص واضغط لتحت، بلش ينقص لي شايفين. بعدين عشان نقصت السرعة تحت 40 التغى لحاله التثبيت. الحين كمان مرة بشغل التثبيت، بزيد السرعة فوق 40، بعمل ست لتحت، ثبت لي السرعة 40. الحين بدي ازيد السرعة، برفعها من هنا. ها صار يرفع لي السرعة، شايفين صارت لحالها 50. الحين بدي انقصها، بضغط تحت، الحين بلشت تنزل السرعة. كمان مرة بنقص، شايفين بلشت تنقص عندي السرعة. بنقص كمان، شايفين التغى تثبيت السرعة اوتوماتيك بس اللمبة شغالة. هيك شفنا كل طرق استخدام مثبت السرعة. بتمنى يكون الفيديو فاتكم، واكتبوا لي اسئلتكم في التعليقات.